آخر أخبار موكب المومياوات هنعرفه من خلال بوابة الأهرام. مدبولي يتفقد مسار موكب المومياوات من التحرير إلى متحف الحضارة، ويؤكد مصر تتأهب لحدث فريد. تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء أمس الخميس المسار المقرر لسير موكب المومياوات الملكية من مكان عرضه الحالي بالمتحف المصري بالتحرير وصولا إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. عقد في مقر عرضها الدائم، وده هيبقى الاطمئنان على الترتيبات الأخيرة والرتوش النهائية استعدادا لحدث نقل المومياوات الملكية، واللي هيستقطب أنظار العالم أجمع السبت المقبل بإذن الله. ورافق رئيس الوزراء خلال الجولة الدكتور خالد العداني وزير السياحة والأثار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وحرصوا مع سيد رئيس الوزراء مدبولي على الوقوف على جاهزية مسار المومياوات الملكية لانطلاق هذا الموكب المهيب اللي هيمر من خلال العديد من الشوارع والمناطق بالقاهرة، والترتيبات اللي هتم لنقل المومياوات من المتحف المصري. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر بتتأهب بكامل جاهزيتها لحدث فريد لا يتكرر كثيرا عبر التاريخ، وهيتم تسيير موكب بيضم عدد من المومياوات لملوك وملكات الأسر الفرعونية نحو صرح عملاق سيحتضن هذه المومياوات، وهيتم عرضها بتقنيات حديثة وأدوات عرض مميزة لجذب اهتمام الزوار والمتطلعين لاكتشاف أسرار الحضارة المصرية العريقة من مصر وكل بلدان العالم. وأشار إلى أنه الدولة بتحشد كافة الإمكانات علشان الحدث ده يظهر بالصورة اللي تعكس عراقة مصر، ويعني تبرز دلائل حضارتها الخالدة منذ فجر التاريخ. بإذن الله يبقى حفل وموكب مهيب بإذن الله.